السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم أول حالة وفاة في العالم والسبب هو مجهول. خلينا اليوم نتعرف على إيش هو السبب الرئيسي في أول حالة وفاة في العالم. خليكم معنا حتى نعرف شو هو السبب ونعرف شو هي المسبب الرئيسي وكيف إحنا ممكن نتخلص منه إن شاء الله. ورجعنا لكم من جديد، نفس ما حكيت لكم في مقدمة الفيديو، أول حالة وفاة في العالم والسبب هو القراد. نعم، القراد سبب حالة وفاة. إحنا ما نستهين في قرصات الطفيليات أو الحشرات، ما نتهاون في هذا الشيء، حتى لو سبب تورم أو سبب أعراض تحسس أو ردة فعل لازم نروح ونستشير الطبيب بشكل سريع. نعم، أول حالة وفاة في العالم في اليابان والسبب القراد. نعم، ليش؟ بسبب نقل فيروس أوز، وهو من الفيروسات الخطيرة اللي بتنقلها القراد، وهو نوع من أنواع الطفيليات. يعني أنا حبيت أحكي لكم هذا الفيديو مخصوصا عن حشرة، عن طفيليات القراد. للتسير رح أحكي عنها حشرة، ولكن هي ليست حشرة، هي نوع من أنواع الطفيليات التي تتغذى على دم الإنسان وتنقل العديد من الأمراض وتنقل العديد من الفيروسات، وأخطرها فيروس أوز اللي سبب حالة وفاة في اليابان. أعراض هذا الفيروس التهاب رئوي، يعني أعراضه زي أعراض الالتهاب الرئوي، وتم اكتشافه وجوده على امرأة وسيدة بعمر السبعينات من العمر. موجود هاي الحشرة كانت موجودة أو ملتصقة على جسمها، يعني هو إحنا سهل إن نميز القراد لكبر حجمه وشكله المميز ولونه المميز على الجسم. هذا الفيروس بتم انتقاله عن طريق حشرة القراد. يعني أنا بحبيت أنوه بهذا الفيديو عن أخطار، أنا شرحت فيديو كامل عن حشرة، عن طفيليات القراد، وتم في شرح العديد من المسببات والأمراض وكيف ممكن إحنا نتخلص منه. بصراحة رجع هذا الموضوع على الساحة حاليا عن طريق أول وفاة في العالم. حبيت أحكي لكم إيش هي حشرة القراد، حبيت أوضح لكم أشكال القراد طبعا، وأسباب تواجد القراد في المنزل. شو سبب تواجد القراد في المنزل؟ هو تواجد الحيوانات. وجود الحيوانات هو الشيء الأساسي لتواجد حشرة القراد. إحنا بنتهاون في قرصات الحشرات، بنتهاون عند وجود قرصات الطفيليات، ما بنعطيها أي انتباه أو ما بنعطيها إلا عند حدوث أضرار أو حدوث مكروه لا سمح الله. نعم، القراد من الطفيليات اللي بتنقل العديد من الأمراض وبتنقل العديد من الفيروسات والبكتيريا، ويعني ومن الطفيليات الخطيرة جدا تواجدها في المنزل. أسباب التواجد وجود الحيوانات في المنزل، أو الذهاب إلى الغابات أو الذهاب إلى الحدائق العامة، وجود القطط، وجود الكلاب، وجود بعض الحيوانات، فهاي من الأسباب الرئيسية. أيضا عند التنزه، يعني إحنا بنحب نحكي من طرق الوقاية، أي شخص عنده حيوانات يودي على الدكتور البيطري يشيك عليها. أيضا الرش في إحدى المبيدات المناسبة عند تواجدها في المنزل أو عند اكتشاف هاي الطفيليات. أيضا عند الخروج إلى الحدائق أو المنتزهات، اللبس كامل، يعني لبس اللباس المخصص لهاي الرحلات، لأنه بصراحة ممكن تلزق بجسم الشخص وما يحس فيها إلا عند تواجده في المنزل، أو صعب أحيانا أنه تميز بين قرصتها إلا عند وجود هاي الحشرة في الجسم. حبيت أنوه وأحكي بهذا الفيديو عن هاي الطفيليات الخطيرة جدا، وأنا شرحت عنها فيديو كامل راح أترك لكم إياه إن شاء الله في الوصف، وشكرا لكم.